واجه العالم الإسلامي خلال عصوره الوسيطة تحديات كبرى، كم من أخطرها التحدي المغولي. بدأ مع مطلع القرن السابع الهجري واستطاع أن يسقط دولتين، العباسية والأيوبية، لكن تمكن المماليك في مصر من صد هجومه ووقف زحفه، واستمرت المواجهات حتى جاء فارس عظيم ذو دهاء محب للعدل والعلماء. طابت مدته وشاع ذكره وطار صيته في الآفاق، هابته الأسود وخطب له على المنابر عبر الحدود. إنه الناصر محمد بن قلاوون في واحدة من أهم المعارك الحربية الرمضانية التي أنهت على أسطورة المغول. هو أبو الفتوح الناصر محمد ابن المنصور سيف الدين قلاوون، أحد سلاطين دولة المماليك في مصر والشام، والابن الثاني للسلطان قلاوون. انتقل إليه عرش السلطنة بعد وفاة أخيه الأشرف خليل. نشأ الناصر محمد في بيت الملك محاطاً بالأمراء والنواب والحراس. كيف أثرت هذه التنشئة في حياته؟ الناصر محمد ابن قلاوون نشأ محاطاً بالأمراء والنبلاء والحراس والنواب، إلا أنه لم يتمتع بعناية ورعاية والده السلطان قلاوون، لأنه توفى وكان في الخامسة من عمره، فانتقلت عنايته ورعايته إلى أخيه الأشرف خليل. كيف كانت بداية حكمه؟ لما تولى بعد الأشرف خليل، الأشرف خليل قتل على فكرة، قتل نعم، رغم أنه هو أنا الوجود الصليبي في سواحل الشام كلها وضع نهاية لها، لكنه قتل وتولى ناصر محمد. ناصر محمد كان طفل، فبالطبع زي ما قلنا ان كبار المماليك هم اللي بيهيمنوا على الامور، نعم. فاللي هيمن عليهم في الفتره دي العادل كتبوها والاشرف صلار. لم ينسى التتار تلك الهزيمه التي اصابتهم في عين جالوت، فعادوا الكره لاحتلال بلاد الاسلام مره اخرى، وخرجت جيوش المغول على راسها غازان، ووصلت هذه الجيوش الى دمشق. أسباب هذه الموقعة، موقعة شقحب، لماذا خاضها الناصر والمسلمون؟ في الفترة دي تولى سنة 693 سلطان جديد في مع الخانيين مع المغول، هو غازان خان. غازان خان اعتنق الإسلام، لكن برضو كان لهم طموحات بأنهم عايزين يتوسعوا، فكان بدأت هذا التطلعات ناحية الغرب شوية في، وهنا تنبه الناصر محمد بن قلاوون، وكان في الخليفة اللي سقط في بغداد استضافه الظاهر بيبرس وأنشأ خلافة إسلامية، ولكن خلافة صورية. كان السبب الرئيس في هذه المعركة هو أن التتار أرادوا رد الثأر، لأنه تم هزيمتهم في معركة عين جالوت على أيدي المسلمين، فكان هذا سببا رئيسا، وهو رد الهزيمة التي وقعت لهم في معركة عين جالوت على أيدي المسلمين. هاجم المغول بلاد الشام في جيش كثيف، ولكن الأوضاع هذه المرة قد تغيرت. حينما علم السلطان الناصر بذلك خرج على رأس جيشه ومعه الخليفة العباسي المستكفي بالله، ووصل إلى الشام وصمم المسلمون على الجهاد. من كان على رأس جيوش المسلمين في موقعة شقحب؟ كان السلطان ناصر محمد ومعه الخليفة وأتابكة العساكر والقادة العسكريين اللي موجودين، وتمكنوا من وضع نهاية قرب دمشق، الموقعة اللي تمت، ودي أدت إلى ردة فعل عند المغول، وأدت إلى أن غازان خان مات بعد سنتين، يعني محصورا على ما حدث، على هذه الهزيمة. هذه الهزيمة، نعم. وخلفه في الدولة المغولية السلطان أولغايتو. أراد غازان حفيد هولاكو تحطيم سلطان المسلمين في مصر واسترداد الأرض المقدسة، فجيش الجيوش الجرارة لهذه المهمة، وتقدمت جيوشه إلى بلاد حلب حتى وصلت إلى حمص. ماذا أراد غازان؟ أراد أن يعيد الكرة مرة أخرى لاحتلال البلاد الإسلامية،
وعيد الإمبراطورية المغولية. نعم، أراد أن يبسط نفوذه على الإمارات الإسلامية حتى يمتد ملكه فيها. أراد أن يأخذ الأماكن المقدسة ويسلمها للصليبيين. في الثاني من رمضان بدأت موقعة شقحة بين المسلمين والتتار في سنة 702 هجرياً، واستمرت 3 أيام بسهل شقحة بالقرب من دمشق. هنا في الموقعة حدثت الكثير من الأمور، ويعني ترنح النصر قليلاً، لكن كان موقف ثبات عظيم من الناصر محمد بن قلاوون، حدثنا عنه. في هذه المعركة تحديداً ظهر لنا حبه العميق لوطنه ولدينه، لأن الوطن لا يدرك قيمة الوطن إلا من اتسم بقيم النبل والمروءة والوفاء. هذا ما اتضح في شخصية الناصر محمد في هذه المعركة. الفترة دي حصلت الموقعة اللي هي شقحب مع القوة الجديدة التي داهمت العالم الإسلامي من الشرق بقى في هذه المرة، ووضعت نهاية للخلافة العباسية، وسقطت الخلافة وسقطت بغداد واستولى عليها المغول التتار، وكونوا دولة في العراق عرفت فيما بعد باسم الدولة الإلخانية. التتار يعني بدأوا وكأنهم سيهزمون المسلمين. صحيح. إلا أنه يعني عاد سريعا عن طريق الثبات والتحفيز والارتباط بالله سبحانه وتعالى، فيعني انقلب الى المعركة مرة أخرى، حتى إنهم في الليل ذهبوا إلى قمم الجبال والسهول. صحيح. يعني التتار في محاولة للهروب. نعم. إلا أن المسلمين بذكاء شديد وبحرص شديد وبحب عميق لدينهم ولوطنهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أحاطوا بهم من كل ناحية وأغلقوا عليهم جميع الطرق. وكان هناك من الذكاء الذي أشرنا إليه، الذكاء السياسي تخطيط. عند الناصر محمد أن فتح لهم ثغرة عمدا حتى ينزلوا منها صباحا، يعني هم في الليل كانوا على الجبل، لما نزلوا صباحا أو نهارا في بداية النهار من هذه الثغرة. صحيح. حين نزلوا أحاط بهم المسلمون مرة أخرى من كل ناحية، لأنهم تركوا هذه الثغرة عن عمد وبدأوا يفرقوا صفوفهم حتى انقلبت الآية وأصبح النصر، وكتب النصر للمسلمين. نعم، كتب النصر المؤزر، حتى إنه قد أنهى فترة التتار تماماً الناصر محمد ابن قلاوون. كانت هذه الحملة الثالثة من حملات التتار على بلاد الإسلام، وآخر الحملات الكبرى التي قام بها المغول، وسرعان ما أسلموا ودخل أغلبهم في دين الإسلام صادقين، وكانوا مدداً للجيوش الإسلامية يجاهدون معها وينشرون الإسلام في شتى ربوع الأرض. من هذه الحملات ومن هذه المواقع التي أنهت على أسطورة دولة المغول كان لها نتائج ودروس كبيرة، منها دخول المغول أنفسهم في دين صحيح. الإسلام، بل أصبحوا مدد للمسلمين. صحيح، دخل كثير من المغول في الدين الإسلامي صادقين، يعني حين نقرأ كلمة صدق. صادقين يعني لم يدخل خوفا، صحيح. لم يدخل مكرها، بل دخل محبا، دخل ناصحا أمينا صادقا، وأصبحوا فيما بعد مددا لجيوش المسلمين ضد أعدائهم. هل نستطيع أن نقول أن موقعة شقحب نهاية لما يعرف بدولة المغول واعتناقهم للإسلام؟ وضعت حدا للمواجهة بين القوتين، لكن استمرت فترة طويلة الدولة الإلخانية، وفي أصبح في بقى تواد وعلاقات بين قوتين، قوة المماليك من جانب والإلخانيين في العراق من جانب آخر. بعد الانتصار في موقعة شقحب وما تلاها من انتصارات عظيمة للناصر محمد بن قلاوون أمام الصليبيين، أتاحت له الفرصة للتشييد والبناء، وأصبحت فترة حكمه من الفترات المهمة المليئة بالازدهار والبناء، لأنه كانت هناك لوازم الحضارة المتعددة من التشييد والبناء، وكان يبني العمارات الضخمة، وكان يبني المساجد ويشيدها، كان يبني الجسور ويشق والميادين والخلجان. نعم، والميادين والبساتين الجميلة. فبدأ يعني انتقل من حالة إلى يعني حالة أخرى من العمران والتعمير والبناء والتنمية والرقي. مرحلة التشييد والبناء في عصر الناصر محمد بن قلاوون كانت كبيرة، وشهدت البلاد ازدهار كبير. نقطة تحول. نقطة تحول. السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون، نقطة تحول في تاريخ الدولة المملوكية. أولا حصل فيها استقرار. ما بقاش في مواجهات لا صليبيين ولا مغول ولا فتن ولا صراعات. حتى النوبة عملوا اتصالات معاهم ومعاهدات. الأمور استقرت. وبدأ عصر التشييد بقى. الناصر محمد بن قلاوون
هو مثلا بنى هذا الجامع اللي احنا موجودين فيه الان في قلعه الجبل. جاءت موقعة شقحب لتضع الفصل العسكري الأخير في تاريخ دولة المغول، وفي العام نفسه توج الناصر بانتصارات عديدة أمام الصليبيين، وشهدت هذه الفترة من حكمه ازدهاراً كبيراً دام لأكثر من 30 عام، مثلت العصر الذهبي في تاريخ الدولة المملوكية.